العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الرابع من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي. عشر كي أفراد كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. حنو رب الأمانة يا عشر كا أفراد حروف الخفض بأنكسو جري علامات الاسم اسمي علامتها اللغو قرطة وحاوي الشيخ وأفر علامو الشيخ بالخفض هوصلك باللغو قرطة بي والتنوين لبا شقل لبا شقل ولبا كردك لبا هوصلك لبا قد ولبا ذا حركة ولبا كردك لبا قد لبا هوصلك يو دخول الألف واللام الجليدات يو حروف الخفض حروف توحصلك وحنكسو جر مرك حروف الخفضه من وإلى وعن وعلى بانقاذني وفي حروف الخفضها مرك أن كان لأن مرك وحاني مر وحان وغها لأن معاني ذا أي تصيان مرك اسمي قلان يعني حروف الخفضها اسم بي قلان إيه مثالك إعرابي ديس وفي وي في ما كم ذا حروف الخفضه ومن معانيها معاني ذا وحا كم ذا الظرفية ولين الظرفية ولام الشمسية الألف اللام ضاء راء فاء ياء تاء مربوطة تاء قاب ومن معانيها معاني ذي ذو حاكم الذرفية ويلين نحو الماء به في الكوز أشون كدحدي سيئة هذين ويل بيها لغو شبطوها قبل الله قاربا جرد اللي استعمال جرى أما أشون انت أما قالوا إنك الضدكو قاربوا بندين أو قبل الله إيو باديها قار كم دي ويل وحاجر أشون ليراه بيها لغو شبط بيها وقبو جنايا قبل الله آل لغا استعماله الماء به في الكوزي أشون كدحدي سيئة هذا في الكوزي ذا وي محل الشاهد يوجددين الكوزي مركا وحالته واسم محل كو قرات ولدخول في عليه في باقى شيء فينا أسماء ذي قشا مركا علماء ذا قارفا فاهم وحيدنا في ذا أما هنقة الذرفية الزمانية أما ذرفية مكانية في ان ذرفية توسينا يسال الربا ذرفية ذا ويلين بالغا وضا ويلين يا واح كل حجرة في ذا زمانية ذا وحيكا وضا سيدا واذكروا الله في ايام معدودات في ايام معلمات نحضو في ذا وذرفية وان الزمانية اللي هو يوم كواد الزمن بوتوسينا مالنت في ذا مكانية ذا وحيكا وضا سيدا وانتم عاكفون في المساجد مسجد هو مكان وبوس إلهي اللي عابده سبحانه وتعالى مرك في ذرفية أمبال الروا قاركوض وحيكود دران ذرفية ذا ولو كانت مجازية إن هذا الفاء الماء في الكوز ذرفية ذا وحقيقية بيه وحيكود إحجران أشون كالدحيس مركي لي وأنتم عاكفون في المساجد دادكم مساجد كيف يكون اعتكافا مركان هذا هنا الطلبة أرضي في معهد ترتيل معهد كترتيل نحدي سيا معهد كيبا نويلي مذو حاجر تيد هاللي مجازية ذرفني ماذا ذو مجاز أنا وحلا طابا كرماء محاكم ذو حيدها النجاة في الصدق النجاة بدباذذو في الصدق هنتر إحدي أهاتي رنتوا شيء معنوي
ninka inuu run low yahay markuu hadlo ama in lagu baro mooyaan adigu ma taqaan, taa marka majaaziya dhan. Waxaasoo dhan waxaad ku soo koobi fiid waa inay darfiya tusiso fii wa min macaaniiha, macaanideeda waxaa ka mida adarfiyatu weelayn, naxu almaau fi lkuuzi dhahad, almaau biyihii fi lkuuzi ashuunka dhexdiisa, fi lkuuzi waa al laamulqamariya kaaf waaw zaay, almaau biyihii fi lkuuzi ashuunka dhexdiisay ahaaday. إعرابكي وحدي الماء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما شاء أودن بيس النحو إليه قارن في آخره بيك عبران قارن على آخره وأسكمت وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخرها دادا تاسا سيفي عم بيدان قاركو إيها دادا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره waa iska banaantay midna dhib ma laha. filkuuzi fii xarfu jarin, alkuuzi ismun majruurun bifii wacalaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi ama kasratun daahiratun calaa aakhirihi. islamid muraadkeennu waa filkuuzi horta maanta. fii xarfu jarin, alkuuzi ismun majruurun bifii wacalaamatu jarihi كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ. تاوي نو إمام دونتا باب المبتدأ والخبر بان خبر دونا إن شاء الله تعالى هذا. لكن في الكوزي ما ربنا في الكوزي في وحرف جر, الكوزي واسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وفي وي ومن معانيها في ذا معاني ذا وحاكم ذا الظرفية ويلين, نحو الماء به في الكوز أشون كدحلي سي أهادين, الماء به في البرميل فوصد دحلي أهادين, الماء به في الإناء ويل كدحلي سي أهادين. سلام يدو ورب وي رب هورت إني وحجري اللي اسكما وافق صنو ومختلف قارن وحيدها وحوي جري بشروط أربعة أو بشروط خمسة شان شرد هذه له مركي الله سوكو ومركة رب وحمجرته إن الشروط وضا تمويين إن شروط إذا له لمويين شروط إذا وحاكم إذا يدهن أن تكون مصدرة في الكلام. هذا الكيدة إن لغو بالله رب رجلين nin badan ayay kariimin wanaagsan laqiitu intaan la kulmay, iyada in lagu bilaabaa la rabaa. an takuna musaddaratan fi lkalaami, hadalka iyada in lagu bilaabo. an yakuuna majruuruha nakiratan, waxay jaraysa nakira inuu yahay. ruba rajulin baa la rabaa, ruba zaydin ma soconayso iyo ruba muxammedin ma soconayso. wa an takuna nakiratu mawsuufatan, nakirada inay la sifeeyo ruba rajulin nin badanaa ninkaasoo kariimin, kariiminta waa sifadii waa nacti. wa an yakuuna caamiluhaa muakharan, caamilkeedu inuu ka dambeeyay dhahan. wa an yakuuna ficlan maadiyan inuu yahay, waa laqiituuda ugu dambaysa. ruba rajulin nin badanaa kariimin wanaagsan laqiituu intaan la kulmay, iyada marka inay wax jarayso layskuma waafaqsan. qaarna waxay dhahaan ruba xarfu jarin shabiihin bizaa'id, qaarna ruba xarfi jarin iyada wax jaraysa. waxaan hadda qaadanaynaa siduu ajruumigu maro inay wax hoos dhigaysa iyadu inay wax jarayso. waruba weye wa min macaaniha, macaanideeda waxaa ka mida ataqliilu aw itakthiiru. marka wa min macaaniha ruba macaanideeda waxaa ka mida ataqliilu yarayn iyo watakthiiru badin. isla miithaalka aad keentay mara badin ka dhig, isaga laftiisa mara yarayn ka dhig. ruba rajulin kariimin laqiituhu baan haysana hadda soo ma mar wax haddii ruba rajulin nin badanayay kariimin wanaagsan laqiituhu intaan la kulmay, isla miithaalkii laftiisa yarayn ka dhig. ruba rajulin nin yaraayay, culimmadii hore waxaan dhihi jiray ruba rajulin nin la arkee, la arkeedaa waxa yar bay u adeegsadaa.
رب رجل نل أركى كريم وناكسن لقيتو انت الله كل ما رب بضن عيي رب ير عيي لبض معنا واقويمة رب رجل مرك رب رجل نم بضن ننكاسو كريم وناكسن لقيتوه انت الله كل رب حرف الجر بعده رجل اسم مجرور برب وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كريم صفة رجل وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لقيته وفعل يفاعل مفعول وجارد دون لقيت فعل وفاعل والهان مفعول به ممن على الضم في محل نصب مراد كأنما أنت محل شاهد ورب رجل هل قاعدة نقبسة وحيدها أجرون مركي لب الله مناي أنت مركا لوجرا محل وجيددت سقى وذا قواعد مركا مركي أجرون دقانا يسو وما بهن إنا كواكب كوكو شرح وما بهن إنا الفيها كو شرح وحي سيقو كي ألا قواعد باو الإعرام مركي عن باللون وحا ومتري كل جاي وقاعد مرفوعات الأسماء عن أركض أن دو إله إنه قدر وحدي دون الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل وحنا بقى قواعد مرك قواعد كلا أمة بأهل القواعد كلا فاعل كواليه وبضن لكن وإيمان إسا لكن تنا قاعدة بقى أجرومي مرك وحن وشيء وقواعد ملخص الله صوك وبي أميد أول ما قرأت رب رجل ومراد كأنه مرك رب رجل رب حرف جر رجل اسم مجرور برب وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخرها ما في آخره سلام يدون والباء باوي بعض معاني ذي فائدي سوحيدها ومن معانيها وحاكم ذا الإلساق نجد شيء كل نجد نجد سوحيك لقى حقيقة أو مجازا قال روحينا ومن معانيها التعدية لا هذا معنى وحلقه وضع أركي دون مركي طيه وركو وضع وحاد هذا والباء باء أي اسم يهوصري وحروف الخفضي كاملة ومن معانيها بعض معاني ذي ذو حاكملة الإلصاق أصاد الإلصاق لام صاد ألف قاف الإلصاق نجد حقيقة حقيقة أهان كان هيا أو مجازا أما حقيقيا كان أو مجازا حقيقي محاكم إذا أمسكت بزيد مات زيد أيان كنت لقي أما أمسكت بسارق توقي بان قبطي هذا بزيد زيد بان قبطي بعض محيفة إذا إمساق وحلي لقيت إلساق وحقيقة أمسكت بالسارق توقي بانقبتات أمسكت بالسارق توقي واقبت وكنت لقيت تاوحينا إلساق حقيقة أما إلساق حقيقيا وحيك لوينا بي داء عذر با يغصر وحنو سنة وحيلساقك بي داء بي وحا يغصغن او يغدغن داء حنون عذر كا وحي يقانان امسا والصاق حقيقه اما الصاق حقيقي الصاق مجازي وحي كودان مررت بزيد زيد بن سومري دي زيد كبا سو دغينه وحي كودان وا مساله بلاغه او مررت وحان سومري بقرب زيد زيد ميل و سواق مري كما أذن إغني موكت مرات بزيد زيد بان صامر مركي اللي قوله وريا أوي هبل هبل وان صامر ترى هذا صامه وصاق مرته ما هذا الظلمارينة ما هذا الظلمارينة مرك مرات بزيد مرات بقرب زيد زيد ميل قلو بان مريو كان وحينا إلساق مجاز واتكون لكتي لقيت حقيقة ما لقيت اسك مجاز وصاق مريو تحفة سنيه وحونا يرويساقنا فهن وباهن ومن معانيها بعض معاني ذا وحاكم ذا التعدية قدبت محالك وضع بعض معاني ذا سو إلساق ممده
isagu wuxuu yahay at-tacadiyatu gudbid. Waxaa laga wadaa ficilkan marartu ba' uu ku gudbaa waaye, ba'daasaa gudbinaysa. Ficilkan marartu, marartu zaydan ma dhihi kartid, marartu bizaydin. Bizaydin dhab ahaan waa mafcuulu bihi, laakiin mafcuulu bihi muuqda ma ahaa, ba'dan uu ku gudbaa. Raaytu zaydan, zaydan soo mafcuulu bihi maah, tanna marartu bizaydin, bizaydintu xaqiiqa ahaan waa mafcuulu bihi, laakiin ficilkana ba' uu ku tallaabaa oo zayd wuxuu ugu tegi karaa ba'da, ba'dan uu ku gudbaa wey. Maratu bizaydin, zayd baan soo maray, bizaydintaa macno ahaan iyo xaqiiqa ahaan waa mafcuulu bihi, laakiin ficilkana wuxuu ku tallaabaa ba', ba'daasuu ku gudbi karaa. Marka at-tacadiyatu taasaa laga wadaa. Maratu bizaydin soo qab, middaasi aada noogu imaan doontee. Maratu ficlun wa faacil baa dihi, waa maridii iyo ruuxii maraya. Marartu anaa soo maray adigii iyo maridii aada samaysay wey. Maridda aad samaysay waa ficilki, adigiina waa faacilki. Maratu ficlun wa faacil bizaydin, albaau xarfu jarin, zaydin ismun majruurun bilbaa, wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi. Muraadkeennu waa bizaydin, haa bizaydin albaau xarfu jarin, zaydin ismu majruurun bilbaa, wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi. Walkaafu kaaf ayaa xuruufu lkhafdihi ka mida, wa min macaaniha kaafka macaanidiisa waxaa ka mida attashbiihu ekaysiin. Wax markaad rabta inaad shay kale u ekaysiisa, shay baad shay u ekaysiinaysaa, ama waxbaad wax u ekaysiinaysaa, kaaf inaad la imaataa la rabaa. Tashbiih buu faa'iiday, tashbiih waa musharakatu amrin biamrin, musharakatu amrin liamrin fi lmacna bay dhahay, shay shay la wadaagay xagga macnaha. Marka waxay dhahaan tashbiihu wuxuu leeyahay arkaan afara, qaarna shan bay gaarsiiyaan. Arkaan afar oo mushabbah, ka la shabbahayo, kaasuuna ku yar yahay, hee kaasuu ku yar yahay waxa laga hadlayo. Mushabbahu bihi, ka wax lagu shabbahayo, mushabbah waa ka la shabbahayo shaygan oo kale fiir shabbahayn. Mushabbahu bihi, ka lagu shabbahayo wajhu shabbah, labadan shay waxa ka dhexeeya, waxa ka dhexeeya, waxaa ka dhexeeya. Marka fiiri markasta inuu ku bataa la rabo mushabbahu bihi, ka la shabbahayo, inankaa xaqiiqu u haystay shayga, shaygaa kalead ku shabbahaysaa. Magarad zaydun zayd kalbadri dayuxu lamid yaha, markaas dayaxa iftiin baa lagu yaqaana soo ma, huwa aladii jacala ashamsa diyaa'an walqamara nuuran, iftiinka waa lagu yaqaana isaga soo ma zayd, laakiin ma iftiin maa ku naqaan. Marka kee iftiinku ku badnaanaya? Ka xaqiiqada ee lagu yaqaan, ka xaqiiqada ee lagu yaqaan. Ama waxaa tiri faadimatu faadima ka shamsi qorax oo kale waaya, tiri xagga iftiin faadimi iyo qoraxda kee iftiin lagu yaqaan? Qoraxda. Markasta marka ka wax lagu shabahay yuu ku badan yahay shabu, inankan kale adaa u ekaysiinaya moogta. Haa, masalan halkaa ka soo wadnaan, la rabo inaad ka soo jawaabta. Mushabbahun, ka la shabahayo, mushabbahu bihi, ka lagu shabahayo wajhu shabah, meesha iskaga egyihiin, meesha la iskaga ekaysiina, aadaatu tashbiih, tashbiiha qalabka qabanayo, waxa shabihidan keenayo in la isku shabaho. Afartaasee qaar ka dhiga zaydun kalbedri waan ka arkaynaa fiira, zaydun zayd kalbedri dayaxoo kale weeye diyaa'an xagga iftiinka. Zayd waa mushabah, waa kii waaye. Qaarna waxay ka soo bilaabaan shanta ay ka dhigaayaan mushabbih, ninkii wax shabahaya adigii falka samaynaya kugu daraa, mushabbahun, mushabbahu bihi waaye, wajhu shabah aadaatu tashbiih, zaydun waa kii la shabahay, bedrigana waa kan wax ku shabahaynay waaye.
وجه شبه كان حي واضيع افتينك اداه التشبيهنا كاف كان نوقبت كالبدر امراد كما زيد زيد كالبدر ضيحو كلوي حق افتينك زيد زيد كالاسد اللي باحو كلوي حق قيس لماذا زيد زيد كالعقربي هنقر الله كلوي لم يدب قلوع جزاك الله خير حق الضبيعة حمد بسم الله فيري هذا مرك زيد كالبدر مراد كنوا كالبدر زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره كالبدر الكاف حرف جر وتشبيه الكاف حرف جر وتشبيه البدر اسم مجرور بالكاف بكاف التشبيه علماء قاربا كنت بالكاف ضاد روا مرادك واحصل والهل البدر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ مرادك انه كالبدر مات كالبدر الكاف حرف جر وتشبيه البدر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر كقولك وكلا أركدونتا كقولك هذا الكاف وكلا هل كان مركا فيري بس لدى علم اهانا وبحثية يا علماء اجوبة بضم بك بحين اجوبة عدة شيء مركو اشكال قالوا اما يربوشي اما علماء انت سو الجواب بك بحين عيك مركا ان تكرين تحياتك وحاكجر صلاة الابراهيمية والنبي عليه الصلاة والسلام صلي الله صلي مدى وفضل بضان وصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبي حميد غيره سيوريا واي مرادك هذا هلك محاوي وحداي الوسوس الشيء لبدا شيء كلا شبهيان والله يا كلو شبهاي وحو مركز تلمانت كو بدنت هي كو واحد لو شبهاي كانت تلمانت واسيها يستوي مكت ان فاطمه تو كشمس مركات قرحو يفتين كو يسيها يستوي سما والذي جعل الشمس ضياء لكن فاطمه وضنا انكو هذا صوبا واي هل كان وحالي اللهم الله يصلي أن حريصو على محمد النبي محمد وعلى آل محمد نبي محمد آل كيس كما صليت صاد أن حريصتي أو كلا على إبراهيم مارك النبي إبراهيم يساق أن حريصتي لو بسوك يموكت مارك النبي إبراهيم النبي محمد نسيد اللوغي النبي محمد بفضل صلى الله عليه وسلم وفضل بضن وفضل بضن صومة لكن مركي نحو لي يا بلاغ لي مادة تشبيها أرم بولها صو ما هي هي نمحلق جوابا نمحلق كما صليت صاد أغن حريصتي أو كلا على إبراهيم النبي إبراهيم سيدنا حريصتي لو بسوكي صاد أغن حريصتي أو كلا أغن حريصة ويموك ما لا فهم أرت سواش كما صليت صاد أغن حريصتي على إبراهيم النبي إبراهيم سعد وقلنا حريصة أو كلا نبي محمد وقلنا حريصة بل سكوا من صفة صلاة النبي وكجة والشيخ الباني رحمه الله تعالى ابن القيم وكجة وابي ننك صوم مسألة بحث بحث نو حال روائنا إسوا فجسه تشبيه نبي محمد نينو فل بدنيا واللوغي صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم وكفل بدنيا هي تشبيه عن سوى فجن لهيد بالغار مركب وحيدا على أجوبة عدة جواب بضم بالغي بحي والكاف كاف من معانيها التشبيه نحو زيد كالبدر واللام اللام ومن معانيها لام كمعاني دي سوحا كمن الملك لهانشو قال الملك بينها ملك له ملك السماوات قرآن كواقع ومن معانيها الملك وبضم الميم قارنها النسخوين كالملك بجر الملك ملك بقرطوية ولا يا واي
بحثي هذا مغليس جامعات كمسألة ذا سوكلا هذا اللي صدره جامعات كهذا مغليس علمي كلوب بذن مية لكن لما مسألة يكون في عين روحوا أرتع علمي كبركيسان وكان حلقات كالله به يا بركيسان جامعات كمركة لا بأرهن ما دام عالم كي عالم الورق وير وريقة هي ورقة دي ما لبنا لقوقو حراي أنا هذا ورقة دي إسكاهش ويكوفي عمت أرهن كلو لكن مهمة جامعات كلا قبر تاقار هان ننك الددالة وحا أقوم مهم سنة جامعات كا قاذي كرتا وحاوي البحث سيدا وحلو بارا لقبرا المفاتيح فرياشا لقصينا سيدا مكتبة دي أقليسو مسالة دان عضو صوفيرين كرت مسألة أنا أقول صوباني كرت خطبة أقول ديار سن كرت وحقوم مهم سنة جامعات كلا أقول لمن انتهوا المفاتيح فرياشة أسأل غسيني إن أتقشو مكتبة دي مثلا هذا وحالوين كما صليت تشبيه النبي محمد النبي إبراهيم قلنا حيا هل يفهم ميا لغا فهمي أن إبراهيم عليه السلام أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم على التشبيه البلاغي هدان في رنه وماذا قال العلماء مركا أرين ترى مركا مسألة هذا الغود دير ورغد يقال إنك بعد قاضي مكتوى دي بعد قليس أهم شيء هرت مسألة واحد كباريسا في مضانها ما شاء الله ما رأينا مسألة هذا صار الغود دير ده نحو أن كفير من نحو كيليس ما هو شيء ذي ما هي وإن أتكفي ريسو كتب تهرتا كهذا الشيء كو حديث كانوا صليد هذا نكو كهالله معنى الإجمالي وما يؤخذ من الحديث وماذا قال العلماء وهل هناك إشكال في الحديث وماذا أجاب العلماء التعريف بعد بالله وسامر تحديد المسألة مسألة هذا حديث يسار مسألة هذا ربطين أتكهذا وإن أحدده مركا حديدا مراجع دير هذه نيس طيب كان سواقا انت هدقس كان سواقا انت هدقس وحلو لي وحوال الله بحثينا ساسا وحلو بحثينا ساسا مسألة دي أبارة نيسا وأبارة نيسا وأبارة نيسا كدي مركا مسألة دات كان نقاشو كتاب كي بادو علم نيسا مرجع وحلو مسألة دا وحان كهلي سيد الفوائد واللي أولاه من القيم في صفحة صفحة سيدي دي الطمنات جزء الأول كذا طبعا كذا بحب الشيء يسك بحثي ودي أرسم مكين يسمى واللام اللام ومن معانيها لام كمعاني دي سوا حاكم إذا الملك لها انشو نحو المال حوله لزيد بي أسقنا ذين حولها زيد بي إسكالة المال حولها لزيد بي أسقنا ذين الحمد لله بابك الحمد مهضورا لله إله بي إسكالة سبحانه المال حوله ها لزيد زيد بي أسقنا ذين المال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لزيد اللام حرف جر زيد اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا مراد كن ولزيد ما الله بنين لزيد اللام حرف جر زيد اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إيه وحروف القسم دارت حروف تهذا وحروف نواديك كرتا وادقودي كرتا وحروف القسم دارت حروف تهذا حروف تنارت من حروف الخفض بيكم تهذا وحزاي لا قسم كون دارت أسيدك لو حروف الخفض لكن وحزايد لا تهي دارنا ويفايدين إيسا وهي حروف القسم كي الواو وي واي والباو باوي يوتاو تا الواو ووي كو والباو باوي يوتاو تا ها مركا قرت صدح وضوى لفظ الجلالة هو يقلم والله بالله تالله قاركونا ويسيك لقاضانا وحيدا أما واو أهرية اسم ظاهر وحيدا لفظ الجلالة وجرا
غيرهنا وجرا لفظ الجلالة وهاص دقا لفظ الجلالة وحنا هنا وهاص دقا لفظ الجلالة يسوى هاص دقا والله يسوى غيره هاص دقا والطور والفجر والعصر وبلنت والشمس وبلنت والضحى أما بعض ميا ظاهر يا مضمر بويض ويقشا بالله بذرك بك أنا بذرك بك وضمير ويقشا تالله على الراجح سيد الراجح السجن لفظ الجلالة بس يوصلك تالله بالله بس والله ما مركب بالله بينا وحروف القسم دارة حروف تهدي وهي دارة حروف تهدي الواو نحو والله والله مركب وحديه الواو حرف جر وقسم الواو حرف جر وقسم الله اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والله الواو حرف جر وقسم حرف جر وهيسن وقسم تاسع زائد كوا الله اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره أدام اللفظ الجلال في آخره وحده على 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 آخره بالله بالله الباء حرف جر الله اسم مجرور بباء القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره بالله الباء حرف جر وقسم الله اسم مجرور بباء القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره تالله أتاء حرف جر وقسم الله اسم مجرور بتاء القسم وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والفعل والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانه.